الوغ الى جينا نتكلموا على الشباكيه من منطلق طبي، فالشباكيه ما كننصحوش بها. علاش؟ لان الشباكيه فيها سعرات حراريه اللي هي كثيره، الشباكيه كيتم القلي ديالها في واحد درجه الحراره اللي هي جد مرتفعه، مما يتم افراز عنه واحد المواد اللي هي ليزاكريلاميد ليميلانويد ليبيروكسيداز، اللي هما مواد كابحه للهضم، مواد كابحه لزونتي اوكسيدون، يعني الاكل اللي فيه مضادات الاكسده، الاكل اللي فيه الفيتامينات وفيه الاملاح المعدنيه الى اقترن بالشباكيه، فغيتم تدمير هذوك لزونتي اوكسيدون اللي كاينين في هذاك الاكل، دونك ما غنستافدوش منه. اوسي كل شباكيه فيها 300 كالوري، يعني خصنا واحد ساعه ونص ديال المشي ما بعد تناول ديك الحبه ديال الشباكيه باش نقدروا نتخلصوا من داك الدهون اللي هي فيها. دونك على صعيد ديال الصحي فحنا ما كنوصيوش بالشباكيه، غير هي ما كاينش الطبله المغربيه اللي كتخطاها الشباكيه، دونك خصنا نحاولوا بان نصوبوها بواحد الطريقه اللي هي صحيه، يعني بلاصه ما نقليوها فنديروها في الفران باش كومسا نستفيدوا من هذاك المنافع ديالها.